السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على موضوع من المواضيع التي أثارت وتثير مجموعة من التساؤلات في الأوساط المهنية. يتعلق الأمر بما يسمى بليكونجي أنيول، العطلة السنوية، الحق في العطلة، وأنواع العطل التي تم الحديث عنها في مدونة الشغل المغربية. نخليكم مع كيستيون ريبونس في هذا الموضوع. فكما هو معلوم، فإن لكل أجير الحق في يوم ونصف يوم عطلة في كل شهر، يعني ما مجموعه 18 يوما في السنة. إدارة الموارد البشرية المتمثلة في المدير أو المسؤول عن قسم الموارد البشرية هو الذي يقوم بوضع برمجة أو ما يسمى بان بلانينغ دي كونجي، بتنسيق مع رؤساء الأقسام الأخرى الذين يقومون بتقديم لوائح وطلبات العطل السنوية لأجرائهم. هذه العطل تكون متفاوتة لضمان استمرار نشاط الشركة. بالنسبة للعطل السنوية أو إعطاء العطل السنوية، تكون مراعاة للحالة العائلية للأجراء بالإضافة إلى عامل الأقدمية. بالنسبة لتقسيم العطلة، فهي مسألة واردة في مدونة الشغل، ولكن تتم بالتوافق والتراضي مع المسؤول المباشر أو المشغل. ولكن هناك بعض الشركات أو بعض المقاولات التي تخصص شهر غشت كعطلة لجميع أجرائها، وفي هذه الحالة لا يمكن تقسيم العطلة. لو كونجي دو ديميناجمون، يعني الحالة التي يريد فيها الأجير أن ينتقل من مسكن إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى. هنا سؤال يطرح باستمرار، ولكن في ما يسمى بليميتي دو سونتر دابيل. نعم، هذا النوع من العطلة يوجد في القانون الفرنسي. هناك بعض الأجراء الذين يأتون لدى مسؤولي الموارد البشرية ويقول له: أنا أشتغل مع شركة فرنسية، هل يمكن لي أن أستفيد من هذا النوع من العطلة؟ نعم، تشتغل مع شركة فرنسية، ولكن تشتغل معها فوق التراب المغربي، والمغرب هنا يطبق ما يسمى بإقليمية القوانين وسيادة القانون المغربي. Le principe de la territorialité et la souveraineté des lois. في هذه الحالة يمكن للأجير أن يستفيد إما من رصيد عطلته السنوية أو أن يستفيد من عطلة غير مؤدى عنها. في حالة وفاة العم أو العمة، الخال أو الخالة، فإن الأجير لا يستفيد من حقه بالاستفادة من هذا النوع من العطلة، لأن مدونة الشغل تحدثت عن ما يسمى بليزاسوندون اي ليديسوندون، يعني في حالة ما إذا توفى الجد أو الجدة، الأم، الأب، الحفيد، الحفيدة، الإبن، البنت، بالإضافة إلى الأخ أو الأخت. بالنسبة للأجير في هذه الحالة يمكن أن يستفيد من رصيد عطلته السنوية أو عطلة غير مؤدى عنها. مبدأ التقادم وارد في مدونة الشغل، فإذا لم يستفد الأجير من عطلته السنوية لمدة سنتين، سقط حقه في الاستفادة بصفة نهائية من هذه العطلة، ولهذا وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا إلى المشغل أو المسؤول المباشر يطالبه بهذه العطلة. فإذا رفض المشغل لدواعي إنتاجية أو مرتبطة بنشاط الشركة، فإن الأجير يبقى دائما محتفظا بحقه بالاستفادة من هذه العطلة أو من عطلته السنوية. ICCP Indemnité Compensatrice de Congé Payé، وهو تعويض مادي يمنحه المشغل للأجير الذي غادر منصب عمله بصفة نهائية كاستقالته مثلا أو نهاية فترة اختباره.
مثلا الأجير الذي اشتغل لمدة سنة ولم يستفد من عطلته السنوية فإنه يتلقى تعويضا قدره 18 يوما. إذا صادف يوم عطلة الأجير يوم عيد وطني، لا يجوز للمشغل أن يخصم هذا اليوم من رصيد عطلته السنوية. بالنسبة لأنواع العطل التي تم الحديث عنها في مدونات الشغل، نجد أولاً لكونجي بيي، لكونجي أنويل بيي، يعني العطل السنوية المؤدى عنها. ثانيا لكونجي سون سولد، هي عطل غير مؤدى عنها. ثالثا لجور فيغيي، يعني الاعياد الوطنيه والاعياد الدينيه. رابعا لكونجي سبيسيو، وهي عطل استثنائيه. بالنسبه للعطل الاستثنائيه، اعطى المشرع المغربي الحق للاجير في الاستفاده من هذا النوع من العطل. اولا لو كونجي دو باترنيتي، في هذه الحاله يستفيد الاجير من 3 ايام عطله. ثانيا لو كونجي دو سيركونسيزيون، يعني في حاله ما اذا ازداد مولود جديد لدى الاجير يستفيد من يومين عطله. ثالثا لو كونجي دو مارياج، يستفيد من 4 ايام. لو كونجي دو ديسي، يستفيد من 3 ايام حسب علاقه النسب بين الاجير و الشخص المتوفي. وفي الأخير يمكن الحديث عن ما يسمى بعملية جراحية أو عطلة العملية الجراحية، في حالة ما إذا أجريت عملية جراحية لأحد أقارب الأجير ففي هذه الحالة يستفيد من يومين عطلة.